حلو. هذا الفيديو ما عرفته مرة صح، انتظر الجواب. الان الاخوان في وزارة الكهرباء والماي، انا اشد في دوركم وما عندي شك في دوركم، وتقلت ان انتو جهدكم جبار وقاعد اشتغلون. اكو شيء انتو ما تدروا عنه او ما شفتوه يمكن، وهذا راح تشوفونه اول مرة. نفس ما صار في وزارة الصحة قاعد يصير عندكم، بس وين؟ باليو اخير. شلون؟ باصات وزارة الكهرباء والماي. وهذه رسالة، وانا عارف بان وزير الكهرباء والماي الرجل متواصل مع الكل، واول باول انا شلت رقم السيارة وشلت اسم الشخص في التصريح، وهذا التقرير. شوف التقرير. هذول يبيعون الغنم، هذول اهل الغنم يبيعون سيارة قوية عندهم، سيارة وزارة الكهرباء والماء. احنا عشان نكون واضحين، واحنا ما نبي اليوم الموضوع مو تشهير، الموضوع تسليط ضوء. هذا ترخيص وزارة الكهرباء والماء، اسمه موجود، رقم المدني موجود. الاخوان في وزارة الكهرباء والماي، مكتب معالي الوزير، الاخوان في العلاقات العامة يبون يتواصلون عندي اياهم. اشغل الفيديو. هذول الاشخاص اللي موجودين داخل الفيديو معاي، هذول الاخوان يبونهم منو هم، صورهم موجودة. احنا عشان الامانة غطيناهم. قاعد ينقلون الخرفان في الباص مال وزارة الكهرباء والماي. والخرفان ترى حالة، يعني لو تشوف الفيديو انت يمكن الخروف ميت الا ربع. على النفس الاخير يعني. حلو كهم هذا، شوف قاعد شيء منهم اللي قاعد يذبحونه وشيء منهم اللي قاعد يوصلونه، هذول كلهم موجودين. رقم الباص ايضا موجود عندنا يا هم، ترى رقم الباص موجود عندي يا الاخوان، يبون يتواصلون يعرفون منو صاحب الترخيص اعطيكم منو صاحب الترخيص، منو رقم الباص، منو هذين الاشخاص، موجودين فيديوهات من غير تغطية اي شيء. ولكن احنا امانة ما نبي نطرح موضوع عشان الفضايح وعشان الامور هذه كلها. فانا اتمنى من الاخوان، فتحياتنا لكم في وزارة الكهرباء والماء، وأيضا عشان تتواصلون معنا.